عندهم يعني اكرم عنده عنصر اللياقه عالي جدا جدا، ويمكن انا مرنت اكرم وهو موجود في نادي انبي. العناصر الواعده جدا، ممكن يلعب في كذا مركز، بيلعب في وسط الملعب بشكل كويس، ممكن يلعب يوظفه ناحيه اليمين. ناصر ماهر كمان من اللعيبه المميزه، كان موجودين معايا في منتخب المحليين، لعيب مميز جدا. ادى بشكل كويس كابتن، يعني استغل فرصته وادى. هو لعيب موهوب، لو موهوب يعني بيلعب تحت ضغط هادي، يعني ما عندوش عصبيه في الاداء. وزي ما بقول لك هيحتاج بعض الوقت طبعا عشان يوصل للتوب ليفل، لكن هو بيشتغل على نفسه كويس. وانا عايز اقول له هو كمان ما يستعجلش قوي، يعني موضوع احتراف وكلام من بعيد وكلام من بره، خلينا نتكلم شويه بالعقل. هو طبعا ما فيش شك لعيب مميز، لكن يبني كمان اكتر بطولات مع النادي الاهلي، يروح منتخب مصر. طبعا منطقي لما كان يعني هو شايف نفسه هيقعد على مقاعد البدلاء، كان بيدور مثلا زي ما طلع اعاره لسموحه يبقى موجود، وده حقه، حقه طبعا. ولكن هو طبعا الفتره خلاص دي فرصه بقى يعني كبيره جدا. وخلي بالك فرصه الاعراض دي فرصه مهمه جدا، يعني هو لو كان قاعد السنه او السنتين دول على دكه البدلاء ما كانش اعتقد هيظهر بهذا المستوى. ويقل طبعا. طبعا فاحتكاكه ومباريات وسمع بشكل كويس اكيد. طموحه باين يا كابتن، واستعداده باين، وجاهزيته باينه. هو لعيب زي ما اقول لك، لعيب مميز جدا جدا، و اكيد عايز لسه شغل من النواحي البدنيه، خاصه النواحي البدنيه لازم يزيد فيها شويه، عمليه الاحتكاك، القوه البدنيه لازم تزيد شويه، لكن ده بيجي مع خبرات المباريات. طبعا. يعني ان شاء الله مستر كارترون.